يعني الاحتلال الإسرائيلي لا زال يواصل قصف المدفعي للمناطق الشرقية لوسط القطاع، وهذا هو الجديد منذ صباح هذا اليوم حتى هذه اللحظة، حيث أن المناطق الشرقية لوسط القطاع بالتحديد مخيمي المغازي والبريج وشرق مدينة دير البلح لا زال القصف المدفعي المتقطع يتواصل عليها ويستهدف منازل المواطنين في تلك المنطقة. هناك عدد من الإصابات التي حدثت جراء هذا الاستهداف الإسرائيلي الذي لم يتوقف، إضافة إلى ذلك أن القصف المدفعي زادت وتيرته خلال الساعات الأخيرة الماضية على المناطق الشمالية الشرقية والشمالية الغربية لوسط القطاع بالتحديد شمال مخيم النصيرات، وأيضا على منطقتي المغراقة وأيضا مدينة الزهرة في المنطقة الغربية لوسط القطاع. تزامن هذا الأمر مع استمرار إطلاق الزوارق الحربية اللي أسلحتها الرشاشة باتجاه خيام المواطنين على الشريط الساحلي لوسط قطاع غزة، هؤلاء الذين فروا قسرا من القصف المدفعي المحيط بمنازلهم في المناطق الشرقية ووسط المدينة ولجوا إلى المنطقة الغربية، إلا أن زوارق الاحتلال الإسرائيلي لا زالت مستمرة في إطلاق أسلحة الرشاشة باتجاههم، وهذا ينذر بأن لا مكان آمنا حتى هذه اللحظة لهؤلاء المواطنين في قطاع غزة بشكل عام ووسط القطاع بشكل خاص. أما بالنسبة للغارات التي أحدثتها الطائرات الحربية الإسرائيلية وطائرات الاستطلاع، حيث أن طائرة استطلاع إسرائيلية بالأمس أو في الليلة الماضية قامت باستهداف مجموعة من المواطنين في منطقة حي السلام بمدينة دير البلح، نتج عنه عدد من الإصابات، يضاف إلى ذلك أن هناك استهدافا كان لعائلة البلبيسي بمخيم النصيرات من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية ونتج عنه شهيدين وعدد آخر من المصابين قد وصلوا إلى مستشفى العودة التابع لاتحاد لجان العمل الصحي بمخيم النصيرات غربة وسط قطاع غزة. إضافة إلى ذلك كان هناك استهداف آخر في محيط ما يعرف بأرض المفتي في مخيم النصيرات واستهداف في منطقة شارع الدعوة أيضا بمخيم النصيرات. هذه الاستهدافات الإسرائيلية نتج عنها عدد من الإصابات التي وصلت إلى مستشفى شهداء الأقصى وأيضا إلى مستشفى العودة. على أي حال هذه الأوضاع الميدانية ربما باتت موجودة ونستمع عليها على مدار اللحظة مع استمرار الغارات الإسرائيلية على وسط قطاع غزة، ولكن هنا في قطاع غزة سينار كل اللي أنظر والعيون هي باتت شاخصة باتجاه القاهرة وما يمكن أن ينتج عن لقاءات هذا اليوم من قبل وفد حركة حماس، الوفد الإسرائيلي، الوفد الأمريكي مع القيادة المصرية التي أخذت على عاتقها الوصول إلى وقف إطلاق نار وصفقة يمكن أن تفضي في النهاية إلى إنهاء هذه المعاناة المستمرة لليوم 11 بعد 200 لهذه الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. الجميع هنا يقول متى يمكن أن تنتهي هذه المعاناة وتنتهي هذه الإبادة الإسرائيلية. على مدار اللحظة نسأل من قبل المواطنين كوننا صحفيين عن هل هناك أخبار جديدة، هل وصلوا إلى اتفاق، هل تم توقيع الاتفاق، متى يمكن أن يبدأ هذا الاتفاق إذا في حال تم الموافقة عليه، ما هي مجريات هذا الاتفاق. هذه الأسئلة وكثرة هذه الأسئلة سينار تدلل أن هؤلاء المواطنين قد سئموا هذه الحياة بهذه النمطية وهذا الحجم الكبير من القتل الذي يقوم به الجيش الإسرائيلي من خلال آلته باتجاه الوطن الفلسطينيين المواطنين هنا في قطاع غزة. محمد أبو ناموس مراسل الغد من دير البلح، شكرا لك.